قول لك يا مولانا مع صلاح وزيادة الخير خيرين، مالو كان صلينا 6 ركعات 7 ركعات، ما خلاص ما دي زيادة، زيادة خير ما مشكلة، ركعة ركعتين. نقول له هذا العمل حابط، ليشنو؟ لأنه ما كان على وفق الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها 4، فهذا لا يقبل منه. فلذلك يؤتى بيوم يوم القيامة برجال يعملون أعمالا ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فيقول الله عز وجل هذه الأعمال فيجعلها هباء منثورا. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. يعني الزول اللي بيعمل عمل ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا العمل مردود عليه كائنا من كان، ولو فعل ذلك خالصا لوجه الله عز وجل وليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا العمل مردود على صاحبه، لا يقبله الله عز وجل. ولكن ترى كثير من الناس يفعل أعمالا بدعية، وبل ويزعم ويلبس عليه الشيطان أن هذه الأعمال تقربه إلى الله عز وجل. يجيك قل لك يا مولانا أنا زول ما بشرب سيجار وما بشرب الخضرة ولا بعمل أي عمل يغضب ربنا عز وجل، وتبت من الغنى وكذا، لكن شنو مشيت ل بتاع فكي بتاع طريقة واداني سبحة وقال لي تقول يا لطيف يا لطيف في 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 كل ليلة 7645 مرة تقولها، ولو فك العدد ترجع تاني وتلقى تعبان وعرقان عشان يتم العدد بتاعه. قول لك يا مولانا أنا خلاص كده عبدت ربنا عز وجل، فهذا عمله مردود علي لسبب بسيط، أنه ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يفعله كثير من الناس وما يقوله، كما قال أحدهم أن في الطريقة اسمها التجانية، قال أن صلاة الفاتح الكتاب يباع في الأسواق. قال صلاة الفاتح في صلاة اسمها صلاة الفاتح بيقولوها كل يوم بعد صلاة العصر، هذه الصلاة فيها شنو؟ قول لك تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد الفاتح لما أغلق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى الصراط المستقيم. قال تقول هذه الصلاة، قال من فضلها أنها تعدل القرآن 6 مرات، ده في المرة الأولى. قال المرة الثانية أنها تعدل القرآن 6000 مرة، يعني كان قريت الصلاة قلنا سيدي انت كأنك قريت القرآن 6000 مرة، ففيها أفضلية حتى من كلام الله عز وجل. هل في كلام بتاع بشر أفضل من كلام الله عز وجل؟ في كلام، ومن ربنا قال ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، ما في كلام بتاع بشر أفضل من كلام الله عز وجل. لكن هذه قد خدعوا بها كثير من الناس، وتلقاهم بيقولوها وبنظام وكلهم لابسين لبس واحد
قول لك تقول الصلاة دي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ناصر الحق بالحق الهادي ناصر هذا المستقيم، تقولها كذا كم مرة؟ ها؟ وتلقاهم خاشعين وتعبانين وعرقانين في هذه البدعة، وبعد ده لا تقبل منهم. ليش نو؟ ها؟ لأن ما على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ده مثال. في مثال آخر، هذه الأيام تجد كثير من المسلمين يحتفل بما يسمونه عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المولد ليس موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا المولد لو كان خيرا لسبقونا إليه صحابة رضوان الله عليهم، وسبقنا إليه التابعين وتابعو التابعين، لكن إذا كان الصحابة ما عملوا هذا المولد فكيف نحتفل بهذا المولد؟ قل لك أنتوا ما بتحبوا الرسول وما دارين تحتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول في كثير من الآيات ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هديه هو الذي يقبل، كما في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما هو حب الرسول؟ قل لك حب النبي الما بالنبي باللسان ساي، لكن لما انتهي للتطبيق تلقاه مخالف النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور. تلقاه والحاجة كار الدقنو وشنو وجلابته كارب الواطة وبنده غير الله في الشدائد: يا فلان الحقنا وفزعنا، يا لولي الكمال، وقبل فوق نادي أهل الزور، وقبل ورا نادي بشرة، وقبل قدام نادي الهمام، وقبل ورا وقبل صعيد نادي عوض الجيد. ها؟ ما بينده ربنا عز وجل. ها؟ فهذا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لأنه لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا بنقول للناس اعبدوا الله عز وجل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا المولد اللي بيعملوا لم يعلموا ان يوم 12 ربيع اول، قول لك 12 ربيع اول دي للقفله، وتلقى الجماعه متلمين في الخيم وياكلوا الزلابيه والقراصه وضاربين ضرب شديد، قاعدين متكلين اي زول في خيمة الخدمية بيجاي، وخيمة المكاشفية بيجاي، وخيم كثيرة. طيب دين الإسلام دين واحد، صح ولا ما صح؟ دين واحد. طيب ليه لما تغش خيم المولد لما تغش المولد بتلقى خيم كثيرة، قريب لي 50 خيمة أي طريقة برا؟ طيب ما لو كنت أقول لكم مسلمين ما تتلموا في خيمة واحدة، لا غير كذا. وكمان تلقى الشرك بالله عز وجل جوا هذه ساحات هذه المولد. والله يد تلقى يرددوا قصيدة البردة البوصري، يقول لك: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، عند حدوث الحادث العممي، إن لم تأخذ يوم المعاد يدي فقل يا زلة القدم. فهذا غلول في النبي صلى الله عليه وسلم. وتلقى دعاء غير الله عز وجل، تلقى كاتب لك برا في الخيمة ادخلوا آمنين، ولا يقول لك في 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 الخيمة مكتوب برا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. اكتب لك فوق عشان اصطادك بها. يقول لك يا زول كمان بيقول كمان اتفاضلوا، ديل دي جاي عندهم مندي بالصادق بيو، وديل بيجاي عندهم عصيد، ناس العصيد ديل ما بزل بيجون، بيجوا لناس الجداد والشغل الفي اي بي زي ما بيقولوا. فهذا كله موجود في ساحات المولد. طيب الناس اللي بيحتفلوا، يقول لك
نحن بنحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف الوهابية. طيب نحن أمنع أنت بتعاند في رقبتك والله جد. نحن بزارين دليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاحتفال مشروع. والله من مكاننا ده نشيل ميكروفوناتنا ونمشي ندق النوبة هناك في المولد والله جد. لكن ما في أي دليل لا من كتاب ولا من سنة. لكن لو زول صوفي مسكين ولا غيره انت تسأله تقول له الاحتفال بالمولد خير ولا شر؟ دي أسئلة منطقية جدا. لو جاوب عليها بعد ده قول له احتفال. تقول له هل هذا الاحتفال خير أم شر؟ قول لك لا ولا أنا. لو كان شر ما كان عملناه. طيب خير صح؟ بقول له خير. طيب هذا الخير فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يفعله؟ نقول لك طيب لو ما فعله ما كان سوينا. طيب لو قال لك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب تقول له بلغه أو كتمه؟ بلغه ولا كتمه؟ لو قال لك كتمه كده اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان الرسالة. وربنا عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ده السؤال. لا ما بيقول لك كتمه. طيب قول لك بلغه. قول لك بلغه مالله. طيب بلغه بلغه تجيب الدليل. ده هنا المحق ذاته. تجيب الدليل على أن هذا الاحتفال مشروع. دي أسئلة منطقية جدا وأسئلة موضوعية عشان ما يلف لك ساي وفي النهاية غلبتهم الشغلة وما لقوا دليل بيقوا ينصبوا في الملصقات في 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 العاصمة كلها ما كاتبين فيها ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى دليل. ده آخر ما توصلوا له لا يحتاج إلى دليل. وتلقاهم يجيبوا الشبهات عشان الزمن ما يكفي أن إحنا نذكر بعض الشبهات. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إلى آخر الحديث. يقول لك هذا دليل على أن في أن هذا المولد بدعة حسنة. يقول لك بدعة حسنة بدلالة هذا الحديث. وهذا الحديث ليس دليلا لهم بل هو دليل عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام. من سن في الإسلام. في الإسلام يعني من ضمن الإسلام. من سن في الإسلام سنة حسنة يعني زول إنت زول أحييت السنة النبوية. لو أحييت السنة النبوية إنت كده لك أجرها وأجر من عمل بها. يعني لو زول ما بيصلي صلاة الضحى وإنت جيت نبهته قلت له صلي صلاة الضحى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الضحى صلاة الأوابين فأصبح يعمل بهذا العمل فله أجرها عنده أجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الزول اللي كلمته ده لو صلى صلاة الضحى وإنت عندك أجر زي أجره ولو هو ذاته كلم له زول تاني وصلى صلاة الضحى الاثنين عندكم الأجر. الاثنين عندكم الأجر عنده الأول عنده أجر الاثنين وهكذا. ده معنى الحديث لكن غيروا هذا المعنى وبيجوا يقولوا هذه معناها بدعة حسنة. فليس في الإسلام بدعة حسنة وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباضي ابن سارية قال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكل من ألفاظ العموم. فإذا هذه البدع يجب أن نجتنبها وأن لا نقع فيها وأن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفلح يوم القيامة يوم لا ينفع مال
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأقول قولي هذا وأقدم المتحدث من بعده.